وسط تزايد الاهتمام بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة ومشاريع رواد الأعمال التي تخلق فرص عمل، أقام بنك البركة لبنان ممثلا بمديره العام معتصم محمصاني وشركة Investment Fund Securities IFS ممثلة بمديرها العام الشريك أنطوان سعادة اتفاق تعاون بينهما تحت عنوان البركة مهنتي، وهو برنامج للتمويل الأصغر موجه للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من 4 أشخاص وما دون. البركة مهنتي هو أول برنامج للتمويل الأصغر في لبنان موجه إلى المؤسسات المتناهية الصغر وإلى الأفراد أصحاب المهن الحرة أو الموظفين لمساعدتهم على إنشاء وتطوير مشاريع إنتاجية كانت صناعية زراعية أم حرفية أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم. استهداف الطبقة الأشد فقراً والتي تقبع في الأرياف والمناطق النامية والتي لا تتوجه إلى المصارف، إنما نحن من سيذهب. التخفيف من مشكلة فرط المديونية، فهذا النوع من التمويل يرتكز على أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تستخدم أي نوع من أنواع الضمانات باستثناء حالات الإهمال، فالضمانة الوحيدة هي ضمانة المشروع بحد ذاته. ثلاثة، المزيد من التركيز على الأنشطة الاقتصادية المنتجة التي تساهم في زيادة الدخل القومي الإجمالي. البركة مهنتي برنامج تمويلي قيمته 20 مليون دولار، وسيتيح للزبائن الطموحين الذين يحملون في جعبتهم مشاريع مميزة تلبية احتياجاتهم وتمويل مشاريعهم سواء أكانت قائمة أو في طور التنفيذ.